بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام الحال من المحال، كلام كتير اتقال، منه اللي حقيقة ومنه اللي خيال. خلي عندك أمل مهما الكلام اتقال، أملك في ربنا دايما موجود. اوعى تقلق او تتغير، لان في ناس كتير اتغيرت وفي ناس كتير اتبدلت وتبدل حالها حال. منهم اللي اتبدل حاله وبقى حاله جميل، ومنهم اللي اتبدل حاله وبقى حاله طين. ربنا يكفينا شر الحال الطين. النهاردة في حلقتنا هنتنوع معاكم شوية، يمكن اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن بعض الأمور، هنكمل بعضها النهاردة لأن هي مازالت مطروحة في الشارع المصري، ومازالت الأمور فيها قيل وقال ومشدات على القهاوي وعلى النواصي وفي البيوت، واللي يعرف يتكلم واللي ما يعرفش يتكلم، وهي دي اللخبطة اللي احنا عايشينها. عايزين نتغير شوية، عايزين نسيب أهل العلم يتكلموا في العلم، وأهل الميكانيكا يتكلموا في الميكانيكا، وأهل الهندسة يتكلموا في الهندسة، والجزارين يتكلموا في اللحمة، والأطباء يتكلموا في الفيروسات وغيرها. في الشارع المصري في موضوع يعني كتير مننا بيتكلم فيه، ولكن محدش عارف له انضباط بمعنى الانضباط الكامل. بس اللي انا اعرفه ان الانضباط بيجي من اهل التخصص. يعني عشان تبني عمارة بتعمل ايه؟ بتروح لمقاول بتاع مباني، وبتجيب مهندس استشاري، بتروح تشتري طوب واسمنت وحديد، وبتبتدي تبني. لكن مش هتروح لواحد ميكانيكي تقول له تعالى ابني لي عماره، مش هينفع، هيقول لك انت راجل مجنون. عشان كده بقول ان موضوع الخطاب الديني ده موضوع خد وقت وكلام كتير فيه بدون ما نوصل لمرحله يعني ايه تجديد خطاب ديني. في ناس يعني بتتكلم كلام هي مش فاهمه معناه، فاللي يقول لك ايه اصل هم عاوزين يغيروا الدين. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي مش مفهوم ده؟ في حاجه اسمها عاوزين يغيروا الدين؟ اسمه تجديد الخطاب الديني. يعني مثلا تلاقي واحد حفظ ايتين كلام جميل، وحفظ حديثين، وصلى الصلوات في المسجد، وربى دقنه، تمام. فتيجي الناس يا عيني مش فاهمه حاجه، يروحوا يقولوا له يا عم الشيخ، يقول له امر يا حبيبي، امر يا ابني، ما هو مربي دقنه بقى، انت واخد بالك؟ والزبيبه طالعه في وشه يعني كده. انا مع احترامي ليه طبعا، انا مش ضده، يعني انا بيصلي كلام جميل، بس انت يا حبيبي مالكش دعوه بالدين، مالكش دعوه بالادلاء في اراء الدين، لان حضرتك غير متخصص، انت راجل مصلي جميل. طيب احنا معانا بقى اهل العلم في هذا الشان، الدكتور علي عبد الباسط مزيد اللي بتشرف بيه في برنامج ضد الفوضى. الو، اهلا، السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. عليكم استاذ. يا دكتور ازي حضرتك؟ اهلا سعاده المستشار، ربنا يبارك فيكم يا سيدي. احنا سعداء بحضرتك معانا في البرنامج النهارده. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. يا رب يبارك لنا في حضرتك. طيب انا يعني سريعا كده هبدا مع حضرتك، وهقول في ضوابط لموضوع تجديد الخطاب الديني؟ لابد ان تكون هناك ضوابط. طب نسمع من حضرتك كده الضوابط، انتوا اهل العلم واهل المساله دي يعني.
ربنا يبارك فيكم. ربنا يتقبل من حضرتك. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تكون هناك ضوابط، ويجب أن تراعى هذه الضوابط عند تجديد الخطاب الديني. الضابط الأول وحضرتك ركزت عليه جيدا، ألا يتعرض لهذا الخطاب الديني إلا المؤهل المتخصص. تمام. أهل البصيرة. يعني القرآن الكريم ذكر كلمة بصيرة في موضعين. الموضع الأول خاص بالدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طب ما هو يا دكتور هقطعك سنة صغيرة وسامحني وسامحني. البصيرة دي في ناس بتقولك إحنا أهل بصيرة، هم ما عندوش علم. لابد أن تكون هناك أدوات. يعني الذي يدعي العلم طبعا يمكن ببساطة جدا حتى متوسط الثقافة بل الجاهل يستطيع أن يميز بين بين صاحب العلم الحقيقي الذي يتمكن من أدوات العلم وبين الذي يدعي العلم ادعاء. تمام. يعني أدوات التمكن العلمية دي لا تخفى على حتى المتوسط الثقافة، يستطيع ببساطة يدرك أن الذي يتكلم، الذي أمامه، الذي يناقش، الذي يحاور، الذي يتعرض لمسألة فقهية، أهو من أهل العلم أم ليس من أهل العلم. تمام. هذه مسألة يجب أن يلاحظها الذي يتكلم ويتحدث ويخاطب الناس، ومن الغباء أن يتخيل أن الناس لا تفهم وأن الناس لا تعي إذا كان على درجة من العلم أم ليس على درجة من العلم. يبقى حضرتك تحط لنا نقط كده وإحنا ماشيين معاك واحدة واحدة أهو للضوابط مع إذن حضرتك. لا بد أن يكون مؤهلا ولا بد أن يكون متخصصا. كلام جميل. اثنين، عدم المساس بثوابت العقيدة وعدم التجرؤ عليها. أمور العقيدة الخاصة بتوحيد الله وصفات الله وذات الله، أمور العقيدة لا جدال فيها، لأن مسائل توصل لشرك وكفر. تكلم عن ربنا وما يخص ربنا وذات الله وصفاته وعقيدة التوحيد وغيره، فهذه الأمور الخاصة بالعقيدة لا غير قابلة للتجديد. يعني تجدد كيف تجدد، إنما يجدد الخطاب في كيفية توصيلها إلى الناس، في كيفية تفهيم الناس لها، ما فيش مشكلة، إنما هي لا تتعرض في ذاتها لتجديدات، هذا لا يصلح. تمام. أيضا عندنا عدم المساس بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة. في حضرتك وعطك طبعا ما شاء الله عليك على درجة عالية من الثقافة والعلم. شكرا. ربنا يبارك فيكم. فهناك نصوص ظنية الدلالة وهناك نصوص قطعية الدلالة. قطعية بمعنى لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهناك ظنية الدلالة بمعنى تحتمل معان كثيرة أو معاني كثيرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. هذا لا يستطيع أحد أن يجدد فيها شيئا. يعني حين تقول الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا، هذا مثال سريع، فلا تعني هذه الآية قطع الرجل، وإنما المراد اليد. اليد يعني اليد. ممكن تبقى اليد اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى. السنة أيضا وضحت هذا وأكدت عليه بما لا يدع مجالا للشك، فبينت أن اليد المرادة التي باشرت السرقة. طب في نقطة صغيرة قوي هوقف مع حضرتك فيها ونكمل، معلش. طب دي مش مسألة برضو تعتبر خلافية؟ من أي زاوية؟ هقول لحضرتك، يعني مثلا مش كل اللي سرق بتقطع ايده. لا طبعا، السنة أيضا هي التي وضحت. صح كده؟ السنة نعم. أصل كان في جماعة كده يعني عاملين شوية يعني عاملين يغنوا كده وعاملين نفسهم إن هم بتوع دين يعني، فكان يقول لك إيه السارق تقطع يده. طب أنت تعرف ظروفه إيه؟ ما ممكن يكون محتاج. يعني في بعض الأحيان حسب قراءتي للسيرة النبوية والصحابة الكرام إن مش كل سارق بتقطع إيده. هذا أيضا داخل في الضوابط. حين يتكلم المجدد هي دي بقى النقطة، ما ناخدش النص بشكله كده، لازم نفهم الفقهاء قالوا إيه والصحابة اتعاملوا فيه إزاي. أشوف حضرتك قلت الفقهاء ماذا قالت، بس الفقهاء مش أنا ولا يعني أهل العلم في هذا الشأن. آه
لابد ان يرجع اليهم لانهم الادرى بفهم النص. تمام، اتفضل يا دكتور كمل حضرتك. ايضا اللي عندنا من ضمن الامور المهمه جدا احترام اراء الائمه المجتهدين واصحاب الراي المخالف، خاصه اذا كانت المساله خلافيه، هو يرى راي وانا ارى راي، هو له ادلته وانا عندي ادلتي، او النص يحتمل هذا المعنى فهو تمسك به وانا ارى هذا المعنى الاخر فتمسكت به، فلا يستطيع ان يجعلني يعني مخطئا ثم ينال مني ويسب هذا لا يصح. طب لما حضرتك تخلص النقطة دي قول لي، عشان هسألك سؤال جوهري الناس هتسأله لك برضه. ماشي اتفضل. طيب حضرتك، أنا حضرتك دلوقتي في مسألة فقهية عشان نفهم الناس برضه ونوعيها. أنا حضرتك مثلا في مسألة فقهية فيها عدة آراء. تمام؟ معايا يا دكتور؟ تمام تمام. أنا كوائل وحضرتك كدكتور علي، أنت خدت بمذهب فلان وانا خدت بمذهب فلان. تمام. ومحسين خدت بمذهب فلان. خلاص؟ خلاص يا دكتور معايا؟ مع حضرتك. طيب، هل ده معناه ان احنا لما كل واحد ياخد من مذهب ويعمل بيه والتاني ياخد بمذهب، هل ده معناه تشكيك في الدين؟ ليس تشكيكا، لان كون المذاهب تختلف في المسألة الواحدة، فهذا العالم يرى رأيا وهذا يرى رأيا، فهذا العالم التمس الرأي في هذه في النص. طب ده النص هل ده يعيب حد فينا؟ لا يعيب، المهم أن الذي يتعرض للاجتهاد ويؤول النص ويستنبط الحكم لابد أن يكون متمكنا من الأدوات. أنا قصدي يا دكتور يعني واحد مثلا، يعني طبعا يعني مع احترامنا للمذاهب كلها والنظريات كلها، واحد خد بمذهب لبس البنطلون وصلى، واحد تاني لبس جلابيه وصلى، هل بتاع الجلابيه ليه يعترض على بتاع البنطلون اللي ستر عورته وخد ان هو ستر عورته؟ ليس له ان يعترض، لان هذه مساله اجازها الشرع. الشرع بين ان للعوره حدا ويستر المهم باي حاجه في ضوابط. واحد صلى بعمه يا دكتور والتاني ما صلاش بعمه، اصل في ناس بتطلع لنا في المساجد يا دكتور يقول لك ايه مثلا، معلش انا قطعت حضرتك وسامحني، انا سعيد بالكلام اللي تقوله بس هقطعك عشان الكلام ده بيتقال انا في الشارع. واحد ما صلاش بعمه، قال له اصل سيدنا النبي ما صلاش الا وهو معمم، راح جه واحد قال له لا صلى من غير ما يعمم، واحد تاني قال له ده شرب وهو قاعد، والتاني قال له لا ده في موقف النبي شرب وهو واقف، اختلفوا. طيب واحد شرب وهو واقف، واحد شرب وهو قاعد، واحد صلى معمم، واحد تاني ما صلاش معمم، هل ده ينقص شيء في الدين؟ لا ينقص شيئا. الله اكبر. هذا اعتمد على نصوص ثابتة وهذا اعتمد على نصوص ثابتة. يعني ما نضربش بعض في الشارع بقى. هذا هو الخطأ نفسه. بس ده هو ده بقى تجديد الخطاب الديني يا دكتور اللي انا بقى باخده من كلام حضرتك. هذا مهم، لابد ان يكون الداعية متفتحا، بل المسلم حتى المثقف يكون على درجة من الوعي. ما دام هذا العالم المعتمد عند الأئمة او المعروف لدى المسلمين بأنه رجل على درجة كبيرة من العلم ورأى رأيا وعنده أدلته وليس هناك ما يناقض هذا الرأي في النصوص الأخرى، إذن لما لا يحترم هذا الرأي؟ لكن أنا يا دكتور مش شرط إن أنا عشان واخد مذهب معين ألزم غيري بيه. لا يجوز هذا، لا يجوز أن نلزم غيرنا بآراء الآخرين. تسمح لي أحكي معاك ثانية وحضرتك بتتكلم؟ اتفضل. أنا كنت بصلي مرة في مسجد، فالمهم إيه وأنا بصلي، فواحد بيصلي جنبي فلقيته بيقول لي إيه أنت كنت مش عارف مشمر البنطلون أو مش عارف إيه، المهم فأنا في الآخر قلت له هو أنت مركز معايا في صلاتي ولا كنت بتصلي جنبي؟ مركز في صلاتي أنا ولا أنت مركز في صلاتك لربنا؟ أشوف ما هي دي مشكلة إحنا بنعيشها يا دكتور. نعم، هي نفسها يعني حضرتك لما نيجي كنا زمان أذكر لما مثلا يقدم ضيف ويقف الناس له ليسلموا عليه يقول لك لا تقوم فهذا مثل السنه، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وشاعت هذه الفوضى في الفتوى، هذه فوضى في الفتوى لانه هو لا يفهم ولا يعرف. فوضى في الفتوى دكتور، فوضى
بين يديه نص. هي المشكلة حضرتك أشرت أيضا لجزئية مهمة، هناك فرق بين ما يسمى بفقه النص ورأي الدين. فقه الإيه؟ أنا فقه النص يختلف عن رأي الدين. إزاي؟ يعني احنا عندنا الحديث اللي انا بقول لحضرتك الان، من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا فقه النص، يعني فقه الحديث، الحكم المستنبط منه ان لا يقوم احد لاحد. تمام، هذا معناه لا يقوم، هذا المعنى. فلا يستطيع المسلم ان يقول هذا هو رأي الدين، لان رأي الدين هو عبارة عن ان اجمع النصوص ذات الصلة بالمسألة، اجمع النصوص كلها سواء لها علاقة في آيات قرآنية، في أحاديث، كلها تجمع ثم ننظر فيها جميعا ثم نستنبط الحكم منها كلها. لا يستنبط الحكم الشرعي من نص واحد، وإنما من مجموعة نصوص. الله، هو ده بقى اللي عايزين نوصله، لا يستنبط الحكم الشرعي من نص واحد، من نص، لأن ده اسمه فقه، ده اسمه حضرتك فقه النص. والدين بتاعنا مش يؤخذ من فقه نص واحد، وإنما من مجموعة النصوص الواردة في المسألة عشان يكون الإجابة صحيحة وسليمة من جميع الجوانب. إنما أنا أفتي طب عندنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم سعد بن معاذ قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. إذا أنت عارف أن هذا النص مع النص السابق، وقالها لسيدنا أبو سفيان برضه، وقام لسيدنا أبي ذر وقف له حمل عنه وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إذن لكي أجيب على إن هل القيام للضيف أو للقادم أو للمسلم هل هذا مرفوض شرعا أو ليس مرفوضا؟ لو أخذنا بالحديث الأول نقول مرفوض، لو أخذنا بالحديث الثاني مفيش مشكلة، لكن الأئمة حين تجيب فتجمع الأدلة كلها فتقف عند حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. تمام، احنا كل ده في الضوابط يا دكتور، لسه مكملين اهو. لسه في الضوابط، ان احنا بنقول ان من ضمن الضوابط ان لابد ان يكون ملما بالأدلة حتى إذا عرضت له مسألة يبقى هو عنده القدرة أن يجمع الأدلة ذات الصلة بهذه المسألة ويستنبط الرأي السليم ويتوصل إلى الحكم الصائب. هذا مهم جدا. طيب، يعني مش أي واحد رب دقنه ولبس الجلابية البيضة وحط على رأسه طاقية نروح نستفتيه في الدين. لم يقل أحد إن هذه هي مؤهلات الفتوى. كلام جميل. ليست هذه مؤهلات، وإنما مؤهلات الفتوى كما أشار السادة الأئمة يكون على علم بكتاب الله، على علم بالأحكام الواردة في كتاب الله. ما هو في ناس يا دكتور بتبقى حافظة آيتين وحافظ الأحكام الشرعية بتاعتهم يقول لك أنا مؤهل إن أنا أفتي. هم دول اللي بيقابلونا كتير. هذه أيضا من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف جوابات الذين نستفتيهم. يعني بعضهم يجيب هذه بإجابة وآخر يجيب بإجابة وآخر يجيب بإجابة، لأنه لم يكونوا متمكنين، فنعرض عليهم الأسئلة فتأتي جوابات مختلفة. أما لو كانوا أهل تمكن لكانت الإجابة صائبة وسليمة. طب إحنا كده خلصنا الضوابط ولا لسه يا دكتور؟ ضوابط خلاص كده حضرتك. طيب، يعني في بقى حتة شديد. في حتة بقى انتشرت اليومين اللي فاتوا برضو هكلم حضرتك فيها، وبرضو حضرتك تكلمنا من ناحية الحرمة الشرعية، يعني فيها حرام ولا حلال ولا الأمور تمشي عادي. النهاردة طبعا احنا عمرنا ما بنتكلم في أحكام القضاء، صدر حكم قضاء بمنع وحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة. تمام يا دكتور معايا؟ مع حضرتك. طيب، النهاردة الدكتورة اللي بتخلع النقاب دي بتخلع النقاب، أنا ما قلتش الحجاب عشان الحجاب ده، هل النقاب فيه خلاف؟ النقاب يعني هناك من تمسك برأي يرى أهمية النقاب التزم. أنا سؤالي معلش يا دكتور واضح لحضرتك، هل النقاب فريضة؟ ليس فريضة، بس ده اللي أنا معلش أنا عاوز أفهم رأي الجمهور. بل رأي الجمهور إن الفريضة غطاء الرأس. غطاء الرأس
وهو حضرتك اشرت اليه الحجاب، هناك فرق بين نقاب وحجاب. يعني تضافرت الادله، تضافرت الادله وكثرت حول اباحه او اجازه كشف الوجه والكفين. ولذلك نحن عندنا الامام الملقب بناصر السنه الامام الشافعي. تمام. يعني الامام الشافعي ملقبه الاساس والرئيسي ناصر السنه، يرى جواز كشف الوجه واليدين وان النقاب ليس فريضه، ده الامام الشافعي. طيب. ولو ادلته. يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه، اصل في ناس عامله حرب ان الموضوع كده هو كده يعني بيعرضوا الدكاتره دول لمهزله، وان هم يعني هو حتى الحكم حتى لما صدر هو مش محظور عليها يا دكتور ان هي تلبسه، لا هي محظور عليها اثناء تاديه عملها كدكتوره. فاذا وجدت المحكمه ان هناك ظروف وملابسات تستدعي عدم استخدام النقاب، يعني ضروره راتها المحكمه، أو يعني هنا ما فيهاش شيء من مخالفه الدين، يعني ليس فيها مخالفه، لان احنا لسه بنقول ده مش فريضه. لا كلام الساده الائمه، يعني حتى الايه لما تكلمت قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم. فهذا هو النص الذي استفاد الائمه منه، غطاء الراس واجب فرض، أما غير ذلك فالرواية كما بيّنت سيدة عائشة أن سيدة أسماء رضي الله عنها دخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها يعني بوجهه وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض يعني سن البلوغ لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، الوجه والكفين، إلى وجهي وكفيه. تمام يا دكتور. ورواية أخرى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت، معنى عركت في اللغة أي حاضت، أن تظهر إلا وجهها ويديها. طيب آخر نصيحة يا دكتور، وانت نورتنا في برنامج ضد الفوضى، وانا سعيد والله بكلام حضرتك جدا جدا، لان نورتنا دماغنا شويه وعقولنا وفتحتنا الابواب الجميله. سؤال قبل ما نختم مع حضرتك. اتفضل اتفضل. ازاي نضبط مساله الفتوى وعندنا ازهر شريف وعندنا دار فتوى وعندنا علماء كرام، ليه ما يبقاش في لجنه عليا تضبط هذه المساله ويمنع كل من ليس له علم بهذه المسائل ان هو يدلي بتصريح في هذه المسائل عشان ما نعملش لخبطه للناس؟ في حضرتك في بعض البلاد العربيه عندها هذا الضابط. زي ايه حضرتك؟ كنا في بعض البلاد العربيه تعليمات واضحه ان هناك مسائل لا يرجع فيها الا الى لجنه الفتوى، ويمنع ان يتكلم انسان غير متخصص الا اذا كان عضو من اعضاء لجنه الفتوى، وخاصه في المسائل الخطيره والمهمه. ده حضرتك قلت نقطه خطيره. طب ما احنا ممكن نقدم طلب لمجلس النواب يوقف المهزله دي، مش اي حد يفتي. هو في كل محافظه توجد لجنه فتوى، لما لا يرجع اليها؟ ما هو يرجع اليها، بس احنا بنرجع اليها، بس ممكن حضرتك واحد شايف نفسه يعني فيلسوف حافظ كتاب ربنا مثلا وتعلم شويه بعض الاحاديث، فاصبح عنده القدره للكلام في الدين، فبيحس ان هو له القدره على الافتاء. طبعا هو مش ما خدش للدوله اذا وجدت الدوله في المؤسسات في ايوه طبعا لا يعني ده موجود في بعض الدول العربيه يا دكتور. نعم احنا كنا في بعض الدول العربيه وكان هناك تعليمات ممنوع ان تتكلم مثلا في مسائل الزواج والطلاق، والا يبقى فيها مصيبه، لابد ان يرجع الى لجان الفتوى. وهكذا في مسائل كثيره مصيريه في نوازل تنزل بالبلاد، يعني مسائل تستجد يرجع فيها الى اهل الفتوى الذين لديهم الادوات المتمكنون من علوم الدين وعلوم الشريعه. هذا هو الاجدر بانه يعرف الراي الصحيح، راي الصائب الذي لا يتعارض مع ايه ولا مع نص ولا، وهذه امور مهمه. تمكن من الادوات مهم جدا، هو مطلب شرعي ومطلب عقلي ايضا. انت حضرتك اسعدتنا ونورتنا. شكرا، احنا بنشكر حضرتك. زادك الله علما.
وزادك الله فصاحة. سعادة المستشار الإعلامي الكبير، ربنا يكرم حضرتك. نشكر حضرتك، احنا متشكرين جدا يا دكتور، وإن شاء الله على وصال ونلتقي بحضرتك. متشكرين يا دكتور علي. نخش بقى كورونا. يا كورونا كورونا، الحلقة اللي فاتت الأسبوع اللي فات اتكلمت على كورونا، كان حوالي 80 واحد بس اللي توفاهم الله. النهاردة بنتكلم في 500 فرد، منهم أطفال ومنهم ستات ومنهم رجالة توفاهم الله لحد النهاردة، حوالي 502 505 حسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية. طيب النهاردة الصين انتقل المرض ده، فيروس كورونا انتقل من بعض المدن هناك، في كثير من المدن الأخرى، ما بقاش في ووهان بس، لا ده بقى في مدن أخرى. وآخر إحصائية بتقول لمنظمة الصحة العالمية بيقول لك إن في 25 حالة في اليابان، 18 في سنغافورة، 16 في كوريا الجنوبية، 10 في تايوان، 10 في ماليزيا، 10 في فيتنام، 7 حالات في استراليا، 5 حالات في فرنسا، 4 حالات في كندا، 3 حالات في الهند، الفلبين 2، روسيا 2، إيطاليا 2، بريطانيا 2، بلجيكا 1، نيبال 1، وسريلانكا حالة واحدة، والسويد حالة واحدة، وأسبانيا حالة واحدة، وفنلندا حالة واحدة. والحمد لله مصر ما فيهاش كورونا. اللي عايز بقى يرغي في الموضوع ده كتير، مصر ما فيهاش كورونا الحمد لله. مصر ربنا يحفظنا ويحفظكم، حتى أهالينا اللي السيد الرئيس أصدر أمر بنقلهم من الصين، راحوا الحجر الصحي في مرسى مطروح وانعزلوا تماما حتى يتبين شفائهم، وتبين ان هم ما عندهمش اي اثار مرضيه للفيروس الذي هو منتشر في دوله الصين. طيب ده كلام جميل. اتعزلوا حتى الشوارع هناك عن الحجر الصحي اتقفلت، ده عشان ما حدش يقعد يتكلم كتير ويقول لنا اصل الموضوع وفي حالات انتشرت في مصر وهم مش عايزين يقولوا عليها. يا حبيبي ما هو لو في حالة هيتقال عليها، هما يخبوا عليك ليه؟ وحضرتك مسؤول في الدولة مثلا واحنا خايفين منك؟ حضرتك مثلا هتحاسبنا على هذا المرض لو في حالة ظهرت والعياذ بالله؟ ربنا يكفينا ويكفيكم، ده من حفظ الله لبلدنا. لان اصلا برضو من ضمن الحاجات العلماء بيقولوها، بيقولك ان كورونا ده ما بيجيش للجماعة اللي بيصلوا. ليه؟ لأن دايما الحلق بيبقى فيه مية، ما بتصلي في اليوم 5 مرات، فبتتوضى 5 مرات، فبتنظف إيدك 5 مرات. ده بعض العلماء اللي قالوا طول ما الحلق بتاعك ما فيهوش مش ناشف، خلاص إن شاء الله أنت معصوم. من ضمن الحاجات برضو اللي ضحكك إن رئيس المنظمة الصحة العالمية وهو بيخطب واخد بال حضرتك، كان بيخطب النهارده في مؤتمر، فهو بيخطب في الناس يعني، وبيتكلم عن الفيروسات ومقاومة الأمراض، فالراجل كح في الميكروفون، فراح مداري وشه كده وكح وإيه، وراح عامل قال لهم ما تخافوش ما تقلقوش، دي مش كورونا. مش كل اللي كح بقى عنده كورونا. طيب النهارده ممنوع البوس، الناس اللي عماله تبوس في بعضها خدوا بالكم، معلش بطلوا بوس شويه، دي تعليمات المنظمه الصحه العالميه. ممنوع البوس، ما نحضنش في بعض شويه. ليه؟ عشان الموضوع ده بيتناقل بالنفس وبالرذاذ، لو واحد عنده، وخلي بالك ممكن واحد ينقل المرض، دي برضو قلناها الحلقه اللي فاتت ودي مهمه جدا، ممكن يكون واحد عنده كورونا ربنا يعافينا ويعفو عنا، بس لسه ما ظهرتش عليه الاعراض، ينقل المرض وهو لسه ما ظهرش عليه المرض، ينقل هذا الفيروس والعياذ بالله. طيب وزارة التربية والتعليم عندنا في مصر، الوزارة الجميلة المحترمة، النهاردة هنبدأ العام الدراسي الأسبوع الجاي، خلاص ولادنا داخلين، الناس قلقانة.
بس في ناس بقى مش قلقانه، في ناس ستات كده انا عارفهم وانتوا عارفينهم، هم مش عايزين الدراسه تبدا دلوقتي، يقول لك هنرجع نقول بقى دروس وحصص واصحى الصبح ودي العيال المدرسه واعمل سندوتشات، فبقول لك ايه لا 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 ما نوديش العيال الاسبوع الجاي عشان القلق. في ستات كده يقول لك يعني هم يعني خايفين على عيالهم، فايه لا هو بيقول لك تاجيل العام الدراسي، هم عايزين العام الدراسي يتاجل. طبعا في بعض المشاورات والمداولات موجوده حتى الان في الدوله محترمه، المؤسسات بيتداولوا هذا الامر، هل الاولاد بتاعتنا اولادنا لو نزلوا في الظروف دي هل هنقدر نعمل وقايه؟ عندنا وزاره التربيه والتعليم المحترم، وزارتنا وزاره التربيه والتعليم، السيد الوزير اصدر منشور وعمم اتعمم على كل مديريات التعليم على مستوى الجمهوريه، عملوا ايه بقى؟ استعدوا بقى، قال لك في دورات تدريبيه وفي توعيه للطلاب وتوعيه للمدرسين وتوعيه لاي حد شغال في المدارس، النظافه التامه، المنشور كده بيقول لك النظافه التامه، النظافه دايما، اولادنا الحمامات ودورات المياه تبقى فيها ميه وفيها صابون. ليه؟ عشان لابد من الحفاظ على نظافه الطلاب. طيب هيعملوا ايه بقى في بدايه العام الدراسي؟ السيد الوزير اصدر قرار اي واحد يشتبه في ان هو عنده برد، مش عنده كورونا، عنده برد، هيتعزل عن الطلاب وممكن يدوا له اجازه مؤقته لغايه ما يتبين ان هو ايه شفي تماما وعوفي، عشان ما يحصلش نوع من انواع ايه انتشار الامراض والاوبئه في مدارسنا واولادنا ونحافظ عليهم. طبعا انا عارف كتير جدا من الستات فرحانين هيقول لك ايه لا انا قاعد عيالنا في البيت الاسبوع ده والاسبوعين دول عشان خاطر ايه يعني احنا خايفين على اولادنا. ماشي انا معاك كنت خايفين على اولادنا، بس هم يعني ايه يقول لك يعني مش هينفع بقى خليها ربنا يحفظنا بقى، فيمنعوا اولادهم من باب الراحه مش من باب الخوف، يقول لك خلي العام الدراسي يعني ناجل شويه عشان الاولاد، يعني قال يعني هم قايلين على الاولاد، هم طبعا قايلين على الاولاد بس هم نفسهم العام الدراسي يتاجل عشان يفضلوا في نزهه وفي فسحه وتبقى الامور يعني ايه جميله. طيب من ضمن الوقايه اللي اصدرت بها وزاره التعليم المنشور اسمه منشور مكافحه العدوى. المنشور ده بتاريخ النهارده تهويه الفصول التعليميه، الفصول هتتهوى لازم عشان ما يبقاش في نفس مكتوم، عشان اولادنا ربنا يحافظ عليهم ويصونهم يا رب العالمين، وربنا يحفظ اولادنا كلنا ويحفظ اولادكم ويمنع عننا اي امراض. وجود ميه في كل دورات المياه وصابون. النظافه التامه. في تطعيمات، بعض التطعيمات هتنزل في المدارس وقايه لاطفالنا من اي اصابه باي امراض والعياذ بالله، ما حدش يقلق ان شاء الله. طيب الوجبات اللي بتقدم في بعض المدارس هيتم رعايه والنظر والدقه في كل وجبه مقدمه في صلاحياتها في والعياذ بالله سلامتها كلها من اي مسائل او اي حاجه تضر باولادنا والعياذ بالله ربنا يحفظنا، وده الطبيعي مش شرط يعني عشان موضوع كورونا او غير كورونا. في كشف هيتم طبي على اولادنا لما يخشوا المدارس، هيتم عمل كشف طبي عشان يتبينوا الطلاب ويتبينوا ايه تلاميذنا ويشوفوا الدنيا فيها ايه. طيب ده بالنسبه لموضوع كورونا، ربنا يحفظنا ويحفظكم. يا ريت الاستاذ محمد يحضر لنا اتصال بالاستاذ عبد العزيز التهامي. طيب احنا عندنا برضو من ضمن المسائل المهمه، الوزير سيادة الوزير عمر مروان وزير العدل اصدر قرار، وده قرار انا بعتبره قرار صائب طبعا، عشان مهزلة الشهر العقاري، الناس بقت زحمة ومحدش عارف يقضي مصلحته ومحدش عارف يقضي يعمل توكيل ولا حد عارف يعمل شغله، لأن الشهر العقاري ده مؤسسة خطيرة جدا تقريبا بنتعامل معها يوميا. قبل ما ننتقل للأستاذ عبد العزيز في موضوع الحكم وتعديل الأحكام القانون العقوبات بالنسبة لمسألة حبس الزوج في موضوع إعطاء النفقة للزوجة، سيادة الوزير. طيب أستاذ عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا سعادة المستشار. يا أخبار معاك إيه؟ يا رب يبارك في حضرتك. إحنا دلوقتي بنتكلم يا فندم على
مسألة القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/2 بمناسبة حبس الزوج. تمام. طيب عاوزين حضرتك، طب ده في صالح الأسرة المصرية ولا ضد الأسرة المصرية؟ طب أولا هنوضح حاجة بس يا وائل بيه، في ظل المادة 293 من قانون العقوبات السابقة كانت بتقول إن كل من صيد، يعني كانت موجودة في الأصل ولكن تم التعديل في القانون رقم 6 لسنة 2020. تمام. اللي هو الصدر بتاريخ 2 فبراير وتم نشره في الجريدة الرسمية. تمام. زي ما كان حضرتك عارف إن في ناس كتيرة بتصدر عليها أحكام بالنفقة، بتلاقي إن الزوجة بتلف المحاكم بعد كده لو صدر ليها نفقة، النفقة اللي صدرت لما بتروح تتقدم لبنك نصر الاجتماعي ما بيصرفش أكتر من 500 جنيه، يعني لو في زوجة وثلاثة أبناء أو أربعة وحكم لهم فيما يزيد عن 500 جنيه ان بنك نصر ما بيديش اكتر من 500 جنيه، وبترجع هي تيجي بعد جنيه كده ترفع دعوى. ده 500 جنيه ده انا بصرفهم انا وانت واحنا قاعدين على القهوه. يعني حاجه غريبه سبحان الله، ده ربنا اللي قال كده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تمام. يعني مش احنا اللي بنقول، ده ربنا اللي قال كده. تمام. فبالتالي بتلاقي ان بعض الازواج بيتنصل من سداد النفقه، طب ما هو دول اولادك هتسيبهم لمين؟ فجه القانون التعديل القانون الجديد شدد اكثر شويه، يعني هو نفس النمط، كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه او اقارب او اصهاره او اجره حضانه او رضاعه او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه، طبعا كان بيتم التنبيه عليه لمده 3 أشهر، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة. تقصد حضرتك إن القانون ده اتعمل عشان في أزواج يبقى بيعاقب الزوجة عشان مثلا انفصلوا فما يصرفش عليهم. للأسف الشديد هو الانفصال ما هوش أول وآخر الأمر، لأن ربنا برضه ولا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. تمام. فبالتالي لما يبقى عندك أبناء يجب عليك الإنفاق عليهم. زي ما ربنا قال، ما هو القانون جاي من التشريع. يا ريت الاستاذ محمد ينزل لنا صوره القرار في الجريده الرسميه. اتفضل يا استاذ عبد العزيز. ده نازل في الجريده الرسميه. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. العدد رقم 5 مقرر. اتفضل يا فندم مع حضرتك. فبالتالي حضرتك كان عندنا في ظل القانون القديم كانت العقوبه برضو سنه، ولكن كانت الغرامه لا تتجاوز 500 جنيه، في ظل القانون الجديد عدلها بأن لا تتجاوز 5000 جنيه. طب لكن في بند ثاني اضيف في الماده 293 اللي هو الجديد قال ويترتب على الحكم الصادر بالادانه، هنا بقى المهم تعديل تعليق استفاده المحكوم عليه اللي هو الزوج مثلا من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبه ممارسته لنشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكوميه والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال، يعني بيحرم من كل ذلك اذا امتنع عن سداد واداء النفقه. فبالتالي هو هنا غلط على سبيل ان هو يحجم الزوج على ان يقوم بالانفاق او بسداد ما وجب عليه من نفقه او من يحل محله. طب سؤال يا عبد العزيز بيه. اتفضل. افترض هو غير قادر، هنثبت ده ازاي؟ ما هو غير قادر دي بترجع لحاجات كتيره انت عندك منها وانت اعلم، ان انت هتعمل تحريات انت عندك تحريات مباحث بتبقى في دائره القسم وتحريات عن طريق مديريه الامن التابع لها الشخص. طب ما هو هيظبط نفسه، هيظبط نفسه برضه. فبالتالي يا وائل بيه في حاجه برضه، انت عندك دلوقتي مع احترامي لما تقول لي غير قادر، اقل واحد بيشتغل النهارده بالاجره اللي هو العامل العادي بياخد 100 جنيه. ولا انت مش معايا في دي؟ لا مع سعادتك طبعا. يعني اقل شيء، مش هنقول اليوميه بتاعت الشخص، في ناس شغاله في العاصمه الاداريه بتاخد اكتر من 250 جنيه في اليوم و300 جنيه. ما هو برضه يا عبد العزيز بيه في ناس مش شغاله بعقود ومش يعني شغالين يوميه مثلا، راجل يعني على الله بيروح يعني على قد حاله، هنثبته ازاي ده؟ المتقطع. هيروح معاه بتاع المباحث مثلا؟ مش هيروح معاه. لا اللي هو العمل المتقطع. يعني ممكن يشتغل في الاسبوع 3 أيام او 4 أيام. انت صدور هتصدر عليه احكام قضائيه كده وهو الراجل مثلا غير قادر. يعني انا مش ضد او مع برضه عشان اكون مع حضرتك. ما انا معاك، انا لا مع الزوج ولا مع الزوج، انا مع الحق. احنا بنتكلم على الحاجه اللي موجوده في الاصل. ما انا انت بتبص تلاقي في شخص
وعنده ابناء ثلاثه اربعه والعيال مشرده في الشوارع بسبب للأسف. عدم الانفاق او بسبب خلاف الزوج والزوجه. للاسف للاسف. ايه ذنب الاولاد للاسف الشديد يعني؟ انت سبحان الله حضرتك دي نعم من نعم الله. انت حضرتك لمست جزئيه خطيره فعلا، الاولاد هم اللي بيتبهدلوا في النص. للاسف. لله الامر من قبل ومن بعد. نعم والله نعم. متشكرين يا سياده الدكتور الاستاذ عبد العزيز، نورتنا، ومتشكرين على تعليق حضرتك على القانون، وان شاء الله نلتقي مع حضرتك في اتصالات اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. متشكرين يا فندم. هو ده اللي احنا عايشين فيه، تفكك اسري. بنحاول نضبط ده ببعض القوانين عشان الناس تحترم نفسها شويه. ما هو انت لو ما احترمتش نفسك وسبت والعياذ بالله وسبت عيالك في الشارع متبهدلين، يقول لك اصل انا، تيجي واحد يقول لك اصل انا اتطلقت وهو سابني انا والعيال وراح اتجوز واحده تانية. طب انت لما انت شاطر رحت اتجوزت يعني، سبت ولادك ضناك، سبت ولادك، سبت اهلك، سبت بناتك. يا ابني يا حبيبي احترم نفسك، ما انت هتقابل ربنا. تقصيرك ده، تقصيرك في حق اهلك وحق ولادك، ده تقصير امام ربنا. مش معناه ان انت كده شاطر فانا كده ما دفعت لهمش، ما دفعتش للزوجة فانا تهربت من ده، انا كده شاطر. لا يا حبيبي انت كده مش شاطر، انت كده خاين، وربنا مش هيرضى عليك. لو انت تستطيع العطاء وتستطيع ان انت تديها نفقة محترمة، هو ليه بتلجأ هي للمحاكم؟ عشان حضرتك امتنعت عن ان انت تصرف على ولادك، على ضناك، على لحمك ودمك. هو حلو لما بنتك والعياذ بالله تمشي غلط، ده كلام قلة ادب، ده انت هتتحاسب على الكلام ده. عشان كده بنقول القوانين دي لما بتجدد وبيتم التفاعل معاها في الشارع المصري، ده بيساعد على انضباط المجتمع واحدة واحدة. بس خلي بالك انت وانا فاهمين ان الموضوع مش محتاج قانون. عارف ليه؟ محتاج ضمير. لو ضميرك انت كويس ومنضبط وفاهم ان دي مخالفة شرعية وان ده انت كده في غضب من ربنا عليك ممكن يضعفك يوم القيامة ويبهدلك، لان ده كان حق عليك وانت ما اديتوش. لما تفهم الكلام ده كويس هتروح تدي نفقة الزوجة ونفقة الاولاد بما يرضي الله وتتقي الله فيهم. خلي بالك انت لما بتدي النهاردة ربنا بيوسع عليك، وده حق عليك بنص القانون، ولكن لو تقدر تدي اكتر من اللي محكوم بيه ادي، لو تقدر تدي اكتر من اللي اتحكم بيه عليك ادي، ربنا هيوسع عليك وهيديلك. النهارده اتكلمنا بفضل ربنا علينا عن تجديد الخطاب الديني، وانا سعدت بالدكتور علي لانه فعلا بين مسائل كده جميله انا فرحان بيها الناس تفهمها وتتضح لها الامور. مش كل واحد يقعد يهبد ويتكلم. عاوزين انا بصرح اهو تصريح، بقول اتمنى ان تكون هناك باذن الله لجنه او مؤسسه تكون فيها الازهر الشريف طبعا على رؤوس القوم، ثم تاتي دار الافتاء المصريه، ثم ينضم اليها بعض العلماء من كل العلوم، هم دول اهل الفتوى، اللي يتكلم غيرهم في مسائل الدين يتحكم عليه بحكم جنائي او يمنع من امر معين. ليه؟ طب ما الدكتور علي قال لنا ان في بعض الدول عامله الكلام ده. لازم ننضبط يا جماعه. الانضباط هو اللي هيوصلنا لانعدام الفوضى، لان احنا ضد الفوضى. سعدت بيكم وقلت لكم وبعيد الكلام دوام الحال من المحال. كنت معاكم وائل ابو شوشه ضد الفوضى. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعلل الصناعات الهندسية والتوريدات العمومية والتوكيلات التجارية والاستيراد. شركة أبو العلا من الشركات الرائدة في مجال التوريدات العمومية لماكينات اللحام والمعدات الصناعية بجميع أنواعها، الجديد منها ووارد الخارج. وقد اكتسبت الشركة خبرة فائقة في مجال التصنيع الهندسي لمصانع الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل والبترول، فهي تعمل بكد وحرفية حتى تصل إلى أهدافها، متماشية في ذلك مع التطور والتقدم العصري في التكنولوجيا، ومعتمدة على المعايير والمقاييس الدولية في توفير الوقت والجهد لعمل المواصفات، وتفوقت على كل منافسيها في مجال التوريدات العمومية والصناعات الهندسية، وأصبحت من الشركات الرائدة في مجالها، مما أهلها للعمل مع كبرى الشركات المصرية والقطاعات الحكومية. المركز الرئيسي للشركة والمصنع والإدارة في مدينة العاشر من رمضان، مول الحجاز، كما يوجد العديد من الفروع والمعارض، منها اليوب، سوق الفتاح العليم، الدائري، مؤسسة الزكاة وغيرها في أكتوبر، وبرج العرب وبالبيس. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة، أو زوروا موقعنا على الإنترنت www.abolalagroup.com.